قام نبلش بشغل ان شاء الله هو جديد على هالبلد ولسه يعني محروف وما حدا يعرفه. هو بوسط الصاد. بوسط الصاد عباره عن مواد طبيعيه 100%، حليب، موز، المواد الفواكه اللي متوفره بالبلد نحطها بطريقه معينه تجمد ونعطيها بشكل مجمل وعليها كريمه. هي كمشروع قبل برقة ما فتح ولا كان موجود، ولكن يعني قدرنا الحمد لله، تعبنا شوي بس قدرنا نوصل هالمشروع لهالبلد، لان البلد بحاجتنا ونحن بحاجتها. والحمد لله بعد ما استقرينا ومشى حال البلد، اشجع كل انسان شاب عنده فكره عنده شيء انه يطالع هالشيء وينتجه، لان البلد هاي بحاجه الا نحن الشباب. وشغله ثانيه، يعني الحمد لله شغلت معي شباب، يعني اليوم نحن 12 شخص يعني قام يشتغلون 100%.